الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، صباح بيتجدد معاكم في بداية يوم مليء إن شاء الله بالتفاؤل والأمل وكل النجاح لينا يا رب في أي ما كنا في أي مكان. صباح الخير يا عمي. صباح الخير أحمد، وصباح الخير مشاهدينا الكرام، يوم سعيد على حضراتكم. فقرات متنوعة في هذا الصباح كالمعتاد، حوارات مختلفة، تقارير مختلفة، وأخبار مختلفة. يمكن من الأخبار اللي هنتناولها اليوم في حلقة هذا الصباح ما يتعلق بعودة السياحة الإيطالية والبريطانية إلى مصر، وأيضا وسائل أمان للعالم ودعم ليه هي أو هذا الموضوع، هذه العودة القوية بتعد رسائل أمان للعالم ودعم أيضا للقطاع السياحي في مصر. ده أحد حواراتنا النهاردة في هذا الصباح، وهتكون ضيفتنا في أستاذة إيمان عبد التواب خبيرة التسويق السياحي. هنتكلم عن دلالة هذا الخبر كمؤشر مهم جدا لعودة السياحة إلى سابق عهدها، إلى قوتها، وده اللي محتاجينه فعلا دوران عجلة السياحة في مصر، إن مصر فعلا بلد سياحي في المقام الأول وتستحق إنها تكون وجهة سياحية لكل السائحين من كل دول العالم. أيضا من أحد موضوعاتنا الحوارية النهاردة كمان تغطية لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، واللي بتنظم في وزارة التخطيط والجامعة العربية قمة صوت مصر. طبعا دي قمة مهمة جدا. صحيح. على الصعيد الدبلوماسي والسياسي. نعم. وأيضا يعني الثقافي، لأنه مهم جدا أن مصر تشارك. صحيح. في مثل هذه الفعاليات يمكن الدولية. صحيح. يمكن سيشرفنا في هذه الفقرة في الاستوديو دكتور علاء أحمد رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية المستدامة، يعني لإلقاء الضوء على هذا الموضوع بكل تفاصيله وبكل جوانبه. هتكون معنا كمان وقفات مع أخبار الرياضة وأخبار الاقتصاد وأخبار الطقس، لكن أول وقفاتنا دايما بتكون النشاط والحيوية في بداية اليوم. صحيح. الرياضة ولياقتك. صباح الخير، معاكم كابتن محمد سيد. كان في ناس بعتت لنا بتشتكي ان عندها امبالانس في العضلات، يعني مثلا يبقى دراعه اليمين اكبر من دراعه الشمال او العكس، او يلاقي مثلا هو بيحس بالوزن في ديل اليمين اكتر من ديل الشمال، او يلاقي شكل التشست اكبر في اليمين عن الشمال وهكذا. هنتكلم النهارده عن حاجه اسمها البريورتي سيستم. ايه هو البريورتي سيستم ده؟ سريعا كده، البريورتي سيستم ده هو عباره عن نظام تدريبي. النظام ده بيبدا ان هو يشتغل على زياده حجم العضلات ومش هيخسسك دهون. يعني في ناس اللي عندها فاتس كتيره في رجليها فتبدا تشتغل على البريورتي سيستم ده، تقول لك انا اخس من رجلي بس، او اخس من بطني بس، او اخس من دراعي بس. الكلام ده مش صح تماما. البريورتي سيستم ما هو الا بيشتغل على زياده العضلات فقط. يعني مثلا لو حد عنده البايسبس اليمين اصغر من البايسبس الشمال او بيحس بيها او لا، بيبدا ان هو في البرنامج التدريبي بتاعه اللي هو تيفر بوش بول ليجز او شيست وباي باك وتراي وهكذا، البرامج المعتاده اللي احنا متعودين عليها كلنا، البرامج دي لما ببدا ان انا امشي عليها بزود دي بشتغل فيها على العضلات الضعيفه بس، وبدي الاولويه للعضلات الضعيفه ان انا ابدا فيها بيها التمرين وابدا ان انا اقويها واشتغل عليها. كل ده بيساعدني ان انا احسن من شكل العضلات واحسن من البرفورمانس بتاعها واكيب البالانس بين الاثنين. الكلام ده كله هيساعدك قدام ان انت تحسن من شكل عضلات جسمك وتعمل بالانس بين العضلات. البيرت سيستم تاني مش بيخسس مكان معين، مفيش اي تمرين او اي نظام تدريبي بيخسس منطقه معينه. البيرت سيستم هو اللي بيشتغل على زياده الحجم العضلي فقط. تابعوني في الحلقات اللي جايه، هبدا اشرح لكم اكتر عن البرامج التدريبيه جوه الجيم او في البيت او في اي مكان تقدروا تتمرنوا فيه. شكرا. Do
اهلا بحضراتكم، وبنبدا معاكم جوله اخباريه. ويمكن من اهم الاسس او المبادئ او الدلائل على استقرار اي دوله، استقرار امني، استقرار سياسي، استقرار اقتصادي، هو انها تكون وجهه للمؤتمرات والفعاليات الدوليه. امبارح كان في حدث مهم جدا على المستوى الدولي، يمكن لاول مره من 20 سنة بيعقد مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات خارج مقره الأصلي في جنيف. امبارح افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية اللي بينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، واللي بيشارك فيه أكثر من 3500 مشترك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزير ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، وكمان أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم. بيذكر أيضا أن هذا المؤتمر العالمي للاتصالات هو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وهو أحد منظمات الأمم المتحدة. بتقوم الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية اللي بتحكم استخدام طيف الترددات الراديوية. وسوف أيضا ترأس مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة المستضيفة. ومن جانبه رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين في المؤتمر في مدينة السلام شرم الشيخ، وأكد على أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية. كمان كان في عرض مسرحي تم عرضه خلال المؤتمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بيه وقال أنه بيعطي إلهام كبير وبيوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، وكمان اتجاه من جديد نحو المستقبل. تعالوا نتابع هذا المقتطف الصوتي للرئيس عبد الفتاح السيسي. أهلا وسهلا بكم بكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، واللي بيعكس قد ايه الحضارة الإنسانية بتنمو وتتقدم والحقيقة يمكن حتى العرض المسرحي الأخير بيدي إلهام كبير قوي قد ايه البشرية عبر العصور المختلفة نمت وتطورت وستنمو وتتطور، واحنا كمعاصرين لهذا التطور نقبل ده، مش هقول نقبله كتحدي ولكن نقول نقبله كتطور إنساني نتفاعل معه بشكل إيجابي، نستفيد من إيجابياته ونتعامل مع التحديات اللي بتنشأ عنه. طيب تعالوا نطمن على أخبار الطقس في بداية اليوم، ومعانا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني حاسين إن الجو اتحسن شوية، في نوع من الاستقرار بعد صحيح. موجة الأمطار الأخيرة، ويمكن في ناس ابتدت تتقل شوية في اللبس وفي ناس لسه مصيفة. عايزين نعرف من حضرتك يعني الجو بيتجه بينا لفين؟ استقرار يعني مايل للبرودة، ولا هيرجع تاني يبقى فيه يعني حر شوية؟ يعني مش عارفين إحنا نصيف ولا نشتي. لا هو طبعا الاستقرار هيميل للبروده، احنا خلاص على ابواب شهر 11، فطبيعي ان احنا نغير بقى نوعيه الملابس الصيفيه اللي احنا كنا بننوع عنه، احنا بننوع على الموضوع ده بقى لنا كام يوم كده، قلنا خلاص بقى الملابس الصيفيه دي تختفي ويبقى في ملابس خريفيه، ومش ملابس خريفيه وبس، وتبقى الملابس الشتويه كده قريبه مننا يعني. يعني الملابس الخريفيه نلبسها، ولازم خلاص الملابس الشتويه تكون قريبه، خصوصا طبعا اللي بيخرج بدري جدا في الساعات الأولى من الصباح، ده لازم طبعا يكون لابس لبس تقيل شوية عشان يحميه من انخفاض درجات الحرارة، لأن درجة الحرارة الصغرى بدأت تقل عن 20 درجة مئوية على محافظات شمال البلاد تحديدا، وحتى محافظات شمال الصعيد. طبعا انخفاض درجات الحرارة الفترة القادمة هو السمة الأساسية في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، كمان الشبورة المائية هتكون كثيفة خلال الأيام القادمة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، وهيقل معاها مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير، قد تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق.
نعم دكتور محمود، بالنسبة للأمطار هل هناك توقعات بسقوط أمطار في الفترة المقبلة؟ لا، هو إن شاء الله خلال هذه الأيام الأمطار خفيفة جدا على سواحلنا الشمالية، غير مؤثرة على أي أنشطة يومية، وده طبعا المعهود بالنسبة للسواحل الشمالية في هذه الفترة. نعم. طيب لو طلبنا من حضرتك بيان بسيط بدرجات الحرارة غدا بإذن الله. هو إن شاء الله بالنسبة لسواحلنا الشمالية محافظات الوجه البحري القاهرة تتراوح درجات الحرارة من 26 ل 27 درجة، محافظات شمال الصعيد من 28 ل 29، ومحافظات جنوب الصعيد من 30 إلى 31 درجة مئوية. نعم. طيب شكرا لحضرتك دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. نرجع تاني لجولتنا الإخبارية ونروح لمسرح الهناجر اللي أقام ندوة تحت عنوان مصر 2019 والعبور للمستقبل. الندوة دي كانت بتناقش التنمية اللي بتقوم بها الحكومة بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد. وخلال هذه الندوة تم التأكيد على أهمية استلهام روح أكتوبر لتحفيز الأجيال الجديدة على تنمية المجتمع المصري. نتابع في التقرير التالي. التنمية والبناء والتخطيط للمستقبل أسس ناقشتها ندوة تحت عنوان مصر 2019 والعبور للمستقبل وكيفية استلهام القدوة من ذكرى أكتوبر لتحفيز الأجيال لدعم التنمية للمجتمع المصري. زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، حولنا الانكسار إلى اندثار. ما علينا دلوقتي إن احنا نتذكر ده للأجيال وفي نفس الوقت نعبر عبور المستقبل بروح أكتوبر. نبص ونتأمل ونخلي ولادنا من سن كيجي هات من الروضة لغاية الجامعة يشوفوا أبائهم وأجدادهم حققوا النصر إزاي. هو ده العبور للمستقبل. العبور للمستقبل، أولا المستقبل ده يعني بيد الله طبعا، إنما في نفس الوقت لابد أن نخطط له. النهاردة لا بديل عن العلم والمعرفة، لأن التقدم العلمي بيتطور كل يوم. أنا بقى بتمنى من خلال هذا اللقاء ندعو المجتمع إلى الاهتمام بالأطفال والنشأ واهتمام بالشباب علشان يكونوا هم اللي عودة المستقبل. تم مناقشة الأبعاد الاجتماعية للتنمية وكيفية تطوير الفرد والرؤى الخاصة بالمجتمع في الفترة الحالية لمواكبة التطورات المستقبلية. كل المدن ارتبطت بكباري وطرق حديثة، دي خطة أكيد في ذهن القائد أنه يعمل عملية تنمية عمرانية شاملة، في استراتيجية للقضاء على العشوائيات، وشفنا في أكثر من 6 مليون مواطن استفاد من هذه الاستراتيجية، في استراتيجية للقضاء على الفقر. خلال الندوة قدمت الفرقة الموسيقية عددا من الأغاني الوطنية التي عبرت عن نصر أكتوبر المجيد. تزامنا مع نصر أكتوبر المجيد والذي تم من خلاله استعادة الأرض والكرامة، تستمر معركة التنمية على جميع المستويات لتكون ذكرى أكتوبر حافزا وشاهدا للأجيال على مدى قدرة الإنسان المصري على تحدي الصعاب. منذر أبو دوح، النيل. مبادرة مصرية على المباني التاريخية في القاهرة بتضفي بلمسة جميلة للغاية، يعني ولمسة فنية معاصرة. هذه اللمسة بتضع التراث الإسلامي القديم للمدينة في مواجهة الرؤية المعاصرة لشعبها. المبادرة الحقيقة اسمها يعني صعب شوية، لكنه يعني اسم تقيل، نتأمل في معناه. سرديات معاد تخيلها، سرديات اللي هي طبعا القصص أو الروايات أو الحاجات اللي بتتسرد أو تتحكي. دي المبادرة بتدخل عامها الثالث، والعام ده بتعقد في 4 أماكن تراثية مختلفة في القاهرة التاريخية: مسجد قلاوون، وبيت السحيمي، وقاعة محب الدين، ومقعد الأمير ماماي، وهو قصر من القرن الخمستاشر، وتحولت جميعها إلى معارض. ويمكن هذا المعرض ده بيتضمن أعمال فنية معاصرة ل 28 فنان مصري. بيهدف المعرض لدعم المواهب في الداخل وتسليط الضوء على تراث البلاد ده. أيضا صنع فنان بصري يمكن
فن حركي ويتم عرض هذا الفن بهدف تحفيز إحساس المشاهد بالفضاء والحركة. حضر المعرض مجموعة من الضيوف كان فيهم سفير فرنسا وسويسرا في مصر وأيضا ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة. المعرض بيهدف إلى إرسال رسالة بتقول إن الفن الحديث يمكن أن يتعايش مع المباني الإسلامية، وبيستمر المعرض حتى 9 نوفمبر الحالي. لعشاق اللؤلؤ الحقيقة الخبر ده بيهمهم جدا. تم كشف النقاب عن أقدم لؤلؤة طبيعية معروفة في العالم في متحف اللوفر أبو ظبي أول أمس الأحد، ده بعد 2 تقريبا من اكتشافها على أيدي علماء أثار في موقع من العصر الحجري الحديث أمام ساحل أبو ظبي. العلماء أطلقوا عليها اسم لؤلؤة أبو ظبي واكتشفوها في جزيرة اسمها جزيرة مروح عام 2017، وتاريخها بيرجع لفترة تتراوح بين 5800 و5600 قبل الميلاد. وقالت هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة إن هذا الاكتشاف بيمثل أقدم دليل معروف في العالم حتى الآن على ممارسة صيد اللؤلؤ. تم اكتشاف جزيرة مروح في عام 1992 بالتحديد خلال مهمة أثرية تتألف من العديد من الهياكل الحجرية المنهارة من العصر الحجري الحديث، وهي أقدم هيكل معماري بيتم اكتشافه في دولة الإمارات العربية المتحدة. بيتم أيضا عرض لؤلؤة أبو ظبي على سبيل إعارة من متحف زايد الوطني في معرض خاص بعنوان 10,000 عام من الرفاهية. بيقام هذا المتحف أو بيقام في متحف اللوفر أبو ظبي في الفترة من 30 أكتوبر 2019 إلى 18 فبراير 2020. يتضمن المعرض أيضا قلادة من اللؤلؤ الطبيعي بتعود للمطربة المصرية الراحلة أم كلثومة على سبيل الإعارة أيضا من متحف زايد أبو ظبي. طيب نروح لعيد الهالوين أو بيسموه عيد الرعب. الحقيقة بيوافق 31 أكتوبر، هو طبعا يعني عيد مستمد من الثقافة الأمريكية وبتنسج حوله أساطير وبيتم خلاله احتفالات كتيرة ولبس معين لطقوس يعني عندهم الحقيقة، ويمكن اتنقلنا في منطقتنا العربية بحكم طبعا يعني ان العالم كله بقى قرية واحدة والتواصل اللي موجود في الدنيا كلها، لكنه في الاصل هو عيد اجنبي احنا كثقافة عربية ملناش علاقة بيه خالص. نروح لامريكا، في الحقيقة مجموعة من اطفال المدارس واسرهم وبعض افراد او اسر افراد الجيش واطفالهم استقبلوا الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمناسبة الهالوين، وكانوا بيرتدوا زي الابطال والاميرات والديناصورات والشخصيات المحببة ليهم. يمكن يوزع الرئيس ترامب والسيدة الأولى الحلويات والشوكولاتة والهدايا التذكارية للأطفال، وأيضا زين البيت الأبيض بالأشجار السوداء وثمار اليقطين، وعزفت الموسيقى العسكرية أو عزفت الموسيقى العسكرية مجموعة من المعزوفات طوال فترة الاحتفال. ثمار اليقطين يا عبير اللي هي القرع العسلي طبعا هي دائما صحيح. مميزة للعيد الهالوين. ده صحيح. طب ليه تعرف ليه احمد ليه مميزه العيد الهالوين؟ علشان هي كبيره فبسهل ان هم يرسموا عليها الشكل صحيح. اللي هو الوش اللي هو الفيس المرعب ده صحيح. ده طيب نسيب الهالوين بقى ونروح لمحبي الطائرات الورقية. نعم. يمكن هواية تطير الطائرات في الهواء ده دي في العالم كله في العالم مش كله مش مكان واحد بس ده صحيح. بس هي بتبقى محتاجة مكان بقى يبقى فيه يعني يبقى فيه هواء يعني مثلا صحيح. على البحر كده يعني صحيح. الحقيقة في آلاف من محبي الطائرات الورقية من جميع أنحاء العالم جمعوا في كيب تاون في جنوب إفريقيا للمشاركة في المهرجان الدولي 25 للطائرات الورقية.
بيعتبر هذا المهرجان هو الأكبر في القارة الإفريقية وبيشارك فيه العديد من الدول، من بين هذه الدول بريطانيا والدنمارك وألمانيا وزيمبابوي. أيضا زينت الطائرات البراقية أو زينت السماء بألوانها المتعددة وأحجامها المختلفة وأشكالها المبهجة واللي جسدت الكائنات البحرية والدمي والشخصيات الكرتونية. الهدف من المهرجان هو رفع الوعي للأطفال بالأطفال المرضى عقليا، كما أيضا يذهب العائد من هذا المهرجان للمستشفيات التي تعالج الأطفال المصابين بأمراض عقلية. القائمون على المهرجان أكدوا أن المشاركين بيصل عددهم ما بين 13,000 و15,000 مشارك، وبتقام على هامش المهرجان ورش عمل لتعليم الكبار والصغار كيفية تصميم الطائرات الورقية. أشكال الحقيقة كلها مختلفة وغريبة ومتنوعة. نعم. للطائرات يمكن الموضوع تطور، ما بقتش الطائرة الورقية بالشكل اللي هو بتاع زمان البسيط ده اللي هو المتعارف عليه. يعني ده صحيح. بقت تاخد أشكال تانية. ده صحيح. يعني يمكن نذهب لمهرجان آخر، هو مهرجان النحت. مهرجان النحت على رمال الساحل الغربي، يمكن تجمع فنانين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا المهرجان. مهرجان السنوي للنحت على رمال الساحل الغربي للدنمارك لنحت مجسمات لوجوه متعددة من الروبوتات. جعل الفنانون من حائط رملي يمتد على طول 200 متر وبارتفاع 7 أمتار دعامة لنحت الصور التي جاءت بمخيلتهم، ووافق المنظمون للحدث أن هذا الحائط الرملي هو الأطول في عام 2019 واستغرقت إقامته 10 أيام، شارك فيه 40 فنان. الحقيقة أن المهرجان ده يعني بيجذب زائرين كتير جدا، نوع من أنواع يمكن السياحة. السنة دي جذب أكثر من 120 ألف زائر، معظمهم من ألمانيا والنرويج. وبما انه بقى السنه دي يعني طغى عليه التيمة روبوتس او الانسان الالي، فهم اختاروا السنه اللي جايه يبقى بعنوان العصور الوسطى، وهيفتح ابوابه في 24 مايو 2020. هنروح للهند، حيث تمكن أهالي إحدى القرى في الهند من إنقاذ فيل من الغرق بعد أن انزلق هذا الفيل في مستنقع جنوب شرق الهند. يمكن انفصلت أنثى الفيل عن القطيع وكانت عالقة في مستنقع عميق مليء بالمياه الموحلة قبل أن يتم إبلاغ مسؤولي الغابات والشرطة اللي تمكنوا من توفير الأدوات اللازمة للمساعدة في إنقاذ الفيل. استغرقت عملية الإنقاذ من 2 لـ3 ساعات لغاية لما الفيل قدر ان هو يقوم من هذا المستنقع. احنا طبعا عارفين انه الهند الحقيقة من الدول اللي فيها افيال كتير جدا، وبتميز دايما الهند يعني هذه الافيال. وغير كده وكده هو موضوع انساني اللي هو انقاذ حيوان من الغرق، وطبعا الصعوبة في انه حجمه كبير، يمكن أكبر حيوان أو أضخم حيوان على سطح الأرض الحقيقة، بس الحمد لله تم إنقاذه في النهاية. وفي فيينا بيقيم متحف كونستوري ستيشن معرض جديد يجمع فيه بين 2 من أكثر الفنانين شهرة في القرن 17، بيجمعهم لأول مرة، هم الرسام كارافيجيو ونحات بيرنيني. لا يهدف المعرض الجديد فقط إلى وضع فن كارافيجيو وبرنيني جنبا إلى جنب، لكن أيضا استكشاف البيئة الفنية الأوسع نطاقا التي كانوا بيعملوا فيها. بيقام هذا المعرض يقدم ما لا يقل عن 10 لوحات من أعمال مايكل أنجلو، وأيضا 12 منحوتة من أعمال جيانا لورينزو برنيني. المعرض بيستمر حتى 19 يناير 2020، وبعد كده هيتوجه إلى متحف ريجكس في أمستردام في هولندا، ومن المقرر افتتاحه في 14 فبراير عام 2020. نرجع للفعاليات الثقافية في مصر، وبرعاية وزارتي الآثار والثقافة وأيضا السفارة الفرنسية، جمعية أصدقاء متحف المانيا نظمت مهرجان موسيقي عالمي شارك فيه أشهر الفرق من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمجر والعراق ومصر، وكان مكانه متحف المانيا في قصر الأمير محمد علي. المزيد من التفاصيل في التقرير.
بمشاركة نخبة من أشهر الموسيقيين العالميين، انطلقت فعاليات مهرجان متحف المانيال للموسيقى والفنون العالمية في دورته الثانية، والذي تستمر فعالياته حتى 9 نوفمبر القادم. كل سنة عملنا حفلة في يوم 9 نوفمبر. يوم 9 نوفمبر عيد ميلاد الأمير محمد علي اللي هو أسس المتحف. يعني كويس ان الواحد يبقى عنده هدف كده. السنه دي جددنا شويه ان احنا عملنا 6 ليالي، بس الاهم من ده كله اللي هو الخدمه المجتمعيه اللي احنا قدمناها. فاحنا دلوقتي لو حضرتك هتشوف هتلاقي فيه طلبه جايه من كليه الموسيقى التربيه الموسيقيه، الاوائل بتوعهم بندعوهم هنا، بيجوا طلبه يحضروا كل البروفات. تضمن برنامج المهرجان عرضا لفرقه ماتيوس الفرنسيه بقياده المايسترو جان كريستوف سبينوزي بعزف لأشهر وأجمل المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية العالمية وسط حضور جماهيري كبير. البرنامج بتاع النهاردة افتكر يعتبر فيه جديد قوي، انه في اوركسترا فرنسي هيلعب حاجات للصنباط وحاجات سيد درويش زائد الحاجات الكلاسيكية العادية، فده افتكر الجمهور هيفاجأ شوية النهاردة، بس كويس انه يتعمل حاجات ما هياش النمط التقليدي في دايما الحفل، دايما لازم يكون في جديد عشان الجمهور يستمر يبقى عنده يبقى مشوق انه يحضر مشي الحفله دي زي اللي فاتت وزي اللي جايه وكله. ما سأقوم بعزفه اليوم هو مزج بين التراث الغربي والشرقي، وخاصه موسيقى سيد درويش والتي تعكس الثقافه المصريه، وكذلك الدمج ما بين الموسيقى الايطاليه والمصريه. تأتي فكرة المهرجان بعد سلسلة من الحفلات الموسيقية خلال السنوات السابقة بهدف جمع الأموال لترميم القصر وصالات العرض للحفاظ على القيم الأثرية والتاريخية لمتحف المانيال. الحفاظ على التراث التاريخي للمتحف وإحياء التراث المصري للموسيقى والارتقاء بالذوق العام أهداف ثلاثة صنعت حالة من التفرد للمهرجان في دورته الثانية. من داخل عمل المهرجان، عبد الحميد صقر، النيل. هنعود لمدينة شرم الشيخ مرة تانية، واللي بتشهد انتعاشة كبيرة من حيث إقبال السائحين على المدينة، وذلك الاستمتاع بطقسها المعتدل ومزاراتها المختلفة. بيعد ميدان سوهو سكوير أحد أشهر ميادين شرم الشيخ، واللي بيتميز بطراز فريد من نوعه بيجعله أحد أهم الأماكن الترفيهية. بأضوائه الملفتة وتصميمه الأوروبي يتسابق إليه السائحين من جميع الجنسيات، يجمع بين طرقاته لمسة بين روح الحياة المصرية وفخامة طراز الميادين في لندن. سوهو سكوير واحد من أشهر الأماكن الترفيهية في شرم الشيخ. بمجرد الدخول من البوابة الرئيسية تختلف الحياة، فالجميع هنا جاء ليستمتع بروعة الطقس والعروض الفنية والنافورة الراقصة والتسوق وشراء الهدايا التذكارية. مكان فيه كافيهات كتير ظريف معماريا حلو، يعني يفتح النفس، انت تبص عليه مثلا وانت بتتمشى تبقى مبسوط، في فقرات في كذا حاجة، لا مكان حلو فعلا. Of the friendly people and beautiful places. المصريون هنا في غاية اللطف، بالفعل هذا المكان مخالف للتوقعات، استمتعت بالغوص والبحر والطقس هنا رائع. الأمان جعل السائحين في حالة اطمئنان كبيرة وجعلتهم يتجولون بكل حرية ويتمتعون بأوقاتهم مرددين إنها حقا مدينة السلام. لو أنا سبت التليفون على الترابيزة وأنا مشيت أنا ما بخافش، شلام زي فوان ممكن يرجع ومفيش حد لمس حاجة، حاسس إنه أنا كده ماشي في بيتي. أول ما دخلت أنا أساساً جاي من مانشستر، وفي الأماكن العامة كده الأمان مش زي كده هنا، يعني أنا انبهرت الصراحة عشان في السيكوريتي الصراحة يعني 10 out of 10. يحتل سوهو سكوير الذي يبعد عن خليج نعمة بـ20 دقيقة تصنيفاً عالمياً من تصنيف الأماكن الترفيهية في العالم، تجد كل الماركات التجارية ويأتي إليه أشهر الرسامين والعازفين وتقام فيه الحفلات ليكون أول المقاصد السياحية للسائحين. من شرم الشيخ، محمد الخطيب، النيل. هنتوقف في جولتنا الإخبارية قليلاً مع أخبار عالم الكرة والملاعب. أخبار عالم الكرة والملاعب النهاردة ستكون مع الزميلة كريمة الحلفاوي.